مربوح وتوحشنا كل شيء. لا اله الا الله محمد رسول الله. كل وقته وقته. سي مربوح كانت وقتها وعطات الثمار ديالها والحمد لله. ان الشباب تبعها الان مازال متبعينها، ولكن بحال اللي تيقولوا ربيع الوقت كان رعاو، دابا جيل اخر ولون اخر وشكل اخر، كاين بزاف ديال الاكراهات، ولكن الحمد لله على كل حال حنا غاديين. كيف اعمال جديده سي الجم؟ حنا في الطريق ان شاء الله، كاين بزاف ديال الحويجات كنحاولوا اننا نكرسوها ونعاود باش نخليو الاستمرار ونخليو الحضور، والحمد لله على كل حال. سي الجم رايك في الاعمال التلفزيونيه ديال المستوى ديال الدراما؟ جميل جميل جدا الحمد لله. علينا بدينا كان خطوات كبيره للامام الحمد لله. الاعمال جيده والحمد لله، ظهروا شباب كتاب ودي سيناريست اللي عطاو حقيقه مجهود، والدليل على ذلك هو التتبع الجماهيري الكبير اللي متبعين الناس. الحمد لله الانتاج ديالنا ولا عليه اقبال، وهذا هو المهم، هذا هو الهدف الرئيس اللي كان دائما باغي نكرسوه وباغي اننا كنناضلو من اجل اننا نخلقوا جمهور متتبع، جمهور اللي كيامن وكيميز على ان الاعمال ديالنا حتى هي راه فيها البركه وفيها ما يدار، غير خص غير شويه ديال التشجيع وشويه ديال الامكانات، لان بكل صدق وبكل صراحه امكانياتنا بالنسبه مقارنه مع بعض الدول الاخرى راه ضعيفه وضعيفه جدا، ومع ذلك احنا غاديين كم الحمد لله. الدور ديال الشيخ خليته للجدال، شنو الراي فيه؟ دور من؟ الدور ديال الشيخ المكتوب اللي اختار. شوف هذا موضوع يعني كان المفروض انه ما يحدثش هذا الاتجاه كله، كون ان الشيخه هي عنصر من المجتمع، هي امراه مناضله فيها بطبيعه الحال الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن الشيخه راه انسانه مغربيه ناضلات، والدليل على ذلك هو ان الحمدويه راه كانت مناضله كبيره، وهذا الشيء ما كيسيحش ليها، بالعكس هذا كيزكيها وكيعاونها. المهم انا كاين بعض الاشياء اللي كتبقى تخلق بحال اللي تيقولوا هذا الموضه اللي ولات ديال الباز باش يخلقوا العادات، لان المسلسل بطبيعه الحال ناجح بكل المقاييس، وطبيعي ان بعض الناس خصهم يتسلقوا عليه باش عاود حتى هما يتشافوا وحتى هما يتبعوا من الناس، لان الحدث كيولي حدثين، حدث ديال المسلسل وحدث ديال التعاليق وديال الكريتيك الانتقادات. هذا من هذا المنبر كنحيي المغاربه وكنتمنى لهم ان شاء الله الصحه والعافيه والمزيد من الرقي والازدهار تحت الرئاسه الفعليه ديال سيدنا، الله ينصره ويخليه لنا ويعطيه الصحه والعافيه، لان الحمد لله هذا البلد جميل وخيراته جميله، ونتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في الطب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع اصحابكم.